اننا داخلين على فصل الشتاء، مش بس الجو اللي بيتغير، لكن كمان نظام حياتنا هو اللي بيتغير، وده عشان احنا بنبقى محتاجين لطاقه زياده عشان ندفي جسمنا، وده بيحصل عن طريق تناول اكل معين في وقت مهم. عن النظام الغذائي المناسب في فصل الشتاء ودور الرياضه هنتكلم في حلقه جديده من الاهلي دايت. هنتكلم النهارده عن الاغذيه اللي احنا ممكن نستفيد منها في فصل الشتاء، وبما ان احنا داخلين على فصل الشتاء والجو بيبقى حلو هيقدر يساعدنا ان احنا ننزل وزننا ونعلي معدل الحرق. خلينا بس في الاول نتفق على حاجه، ان كميه الاكل مهمه جدا. مهما كان اكلي صحي، مهما كان انا بطبخ من غير او بكميه دهون قليله، او انا ماشيه على نظام غذائي مظبوط جدا، طالما ان انا بزود في الكميه جسمي هيخزن دهون وهيخزن سعرات وهيتخن. فخلينا نتفق ان الكميه حتى لو كان اكل صحي هتاثر معانا. تعالوا بقى نتكلم عن نوعيه الاكل. نوعيه الاكل، اولا الاكلات اللي بيبقى فيها بروتين عالي. البروتين نفسه علشان يتهضم في جسمي بيحتاج طاقه زياده علشان يتهضم، فالاكلات اللي فيها بروتين بتخليني استهلك سعرات حراريه اكتر. فعشان كده احنا دايما بنقول ان احنا نعلي البروتين شويه في اكلنا، لان هو بيستهلك طاقه، بيحسسني بالشبع. تاني حاجه ما بيتخزنش، يعني عكس الدهون والكربوهيدرات لو دخلت جسمي وزادت عن احتياجاتي بتتخزن على هيئه دهون، لكن البروتين لا، البروتين جسمي بياخد احتياجي منه وبعد كده بيتخلص من الزياده. طيب ايه بقى الاكلات الشتويه اللي فيها بروتين هيفيدني وبروتين عالي؟ اول حاجه البقوليات. البقوليات زي شوربه العدس مثلا، شوربه العدس من الوجبات الظريفه جدا اللي احنا ممكن نعملها في الشتاء، فيها بروتين، والبروتين كمان اللي موجود في شوربه العدس او في العدس نفسه يعني بيحتاج طاقه زياده عن بروتينات ثانيه علشان يتهضم، يعني فهو بيحرق معايا سعرات حراريه كبيره. في نشويات، نوع النشويات اللي موجود فيه من النشويات المعقده اللي احنا برضو بنحبذها في الدايت، لان هي بتفضل موجوده في جسمي، بتفضل موجوده في الجهاز الهضمي بتاعي لفتره طويله، فبالتالي بتحسسني بالشبع، ما تخلينيش اخد سعرات حراريه كتيره بعدها. سعرات الحراريه بتاعت اصلا العدس مش كتيره، هي سعرات حراريه معقوله جدا، فبالتالي انا ما بخزنش، ما باخدش سعرات حراريه كتير، فما بخزنش دهون، فبقدر ان انا افقد وزني. كمان من البقوليات اللي فيها بروتين عالي الحمص، واحنا دايما متعودين في الشتاء على حمص الشام. حمص الشام برضو من الحاجات اللي فيها بروتين عالي، فيها نشويات معقده، فيها سعرات حراريه معقوله. احنا كمان بنزود عليه بقى كمان حاجه كويسه قوي، هي الشطه. الشطه من الحاجات اللي بتعلي معايا الحرق جدا، خصوصا الناس اللي هي مش متعوده انها تحط شطه في اكلها. الناس اللي مش متعوده تحط شطه في اكلها لو بدات انها تزود شطه في اكلها، ده لو مفيش اي مانع ان هي تستخدم الشطه، يعني انا بتكلم على حد طبيعي جدا هيبدا يزود الشطه في اكله، هتلاقي ان الشطه بتعلي معايا معدل الحرق. كمان من الاكلات اللي احنا بنحبها في الشتاء قوي البطاطا. البطاطا حلوه قوي لان هي فيها كربوهيدرات، برضو زي ما احنا قلنا اللي هي النشويات المعقدة اللي هي بتشبعني، تخليني ما اخدش منها كميات كبيرة، تخلي كمية اكل اللي هاخدها بعدها قليلة، فبالتالي هتخليني شبعانة، كالوريز قليلة، فهقدر ان انا احافظ على وزني، ما زيدش في الوزن بسرعة. ممكن اخدها كسناك، ممكن اخدها في وجبة عشاء، بتبقى ظريفة جدا. في كمان مشروبات في الشتاء بتبقى حلوه وانا ممكن استفيد منها، زي السحلب مثلا. السحلب انا ممكن اعمله بطريقه صحيه تخلي فيه سعرات حراريه قليله في نفس الوقت تشبعني، زي ان انا مثلا باخد من بودره السحلب تقريبا حوالي معلقه صغيره على كوبايه لبن خالي الدسم. ممكن كمان استخدم لبن اللوز، ده بيبقى افضل، بس يعني مش كل الناس بتحبه، يعني في ناس ما بتستطعمهوش قوي، بس لو نقدر نجيبه يبقى احسن كمان، لان هو سعراته حراريه قليله قوي. فبنحط معلقه من السحلب وعلى كوبايه لبن خالي الدسم، وممكن كمان احط معلقه مكسرات نيه. يبقى انا كده خدت البروتين وخدت الكاربس وخدت الفاتس اللي موجوده في المكسرات دي، ودي بتكون دهون صحيه جدا. خدت وجبه شبعتني، سعراتها معقوله، خلتني اقدر احافظ على وزني.
كمان من المشروبات اللي انا ممكن اخدها الكاكاو او الهوت شوكليت. الهوت شوكليت مين قال ان انا لازم عشان اخد الهوت شوكليت لازم اخده اللي هو فيه سعرات حراريه كتير قوي؟ لا، انا ممكن اخده بكاكاو خام برضو على كوبايه لبن خالي الدسم او لبن اللي هو اللوز او جوز الهند. ممكن اسكره بعسل، بقى سعراته الحراريه اقل بكتير من اللي احنا متعودين عليها، شبعني، اداني كل العناصر الغذائيه ودفاني في الشتاء. كمان عندي البليله، البليله برضو من الاكلات اللي انا برضو بحبها، برضو فيها الكارس، فيها البروتين، سعرات قليله، مشبعاني مدفياني. كمان في حاجه كمان مهمه قوي احنا بننساها في الشتاء، الميه. احنا في الشتاء بننسى تماما نشرب ميه لان بنحس ان احنا مش عطشانين. طيب احنا متفقين ان الميه من الحاجات اللي بتحلي لي حرقي ومن الحاجات اللي بتحسسني بالشبع، ما تخلينيش اخد سعرات حراريه كتير. لازم نهتم قوي بشرب الميه في الشتاء علشان الجفاف، علشان اعلي حرقي، علشان افضل شبعانه. فوائد الميه لا تعد ولا تحصى فعلا، فدايما خليكم ملتزمين بالميه. كمان من الفاكهة الشتوية اللي احنا بنحبها الفراولة. فراولة من الحاجات اللي فيها سكر قليل جدا، عكس ما ناس كتير فاكرة ان الفراولة بيكون فيها سكر عالي. لا خالص، ده هي سكرها قليل قوي، سعراتها الحرارية قليلة، فيها الياف، فيها مضادات اكسدة، فيها فيتامين سي يمكن اكتر من البرتقال، بتخليني واخدة سعرات قليلة وتشبعني، تديني طعم مسكر. كمان عندي البرتقال، برتقال برضو من الحاجات اللي فيها الياف، فيها فيتامين سي، فيها مضادات اكسده، بتحسن من مناعه الاطفال خصوصا في الوقت ده لان بيكون نسبه النزلات البرد عندهم اعلى شويه. فدايما لما احنا بنحاول ان احنا نديهم فاكهه مغذيه تحافظ على صحتهم، وكمان ما تخليهمش واخدين سعرات حراريه عاليه، وبتديهم سكر مش من السكريات اللي احنا بنروح ناخدها من الحلويات وكده، فتخليهم هايبرين ومش نشاطهم زايد واحنا مش عارفين نسيطر عليهم. لا، احنا دايما بنحب دايما نلتزم بالفاكهه والخضار. كمان من الخضروات الشتويه عندنا الكرنب. الكرنب من الخضار الجميل جدا. في دايت اصلا بيبقى مبني على فكره ان احنا بنعمل شوربه خضار. ده مش عشان الكرنب بيخسس، لا خالص، هو علشان بس ان الكرنب سعراته حراريه قليله قوي. لما بنيجي نعمله شوربه يبقى احنا حطينا عليه ميه، زي ما احنا متفقين الميه من الحاجات اللي بتديني درجه من درجات الشبع، بتخليني ما اكلش كتير، فبالتالي انا بحدد قوي السعرات اللي انا واخداها، فما بتخنش، في نفس الوقت مشبعاني ومخلياني دفيانه في الشتاء، ومفيش سعرات، قادره ان انا مخزنش دهون واحافظ على وزني. كمان عندنا السبانخ. السبانخ من الحاجات اللي فيها الياف كتير، فيها حديد كتير، فيها مضادات اكسده. لما بنعملها مثلا زي الخضار، زي يعني طبق خضار، بيبقى صحي جدا ومفيد، وخصوصا كمان للاطفال. كمان من الخضار الشتوي اللي احنا بنحبه القرع. القرع العسلي بيبقى برضو فوائده كتير جدا، في الياف وفي مضادات اكسده. نفس يعني احنا دايما بنحاول ان احنا نلتزم بالخضار والفاكهه اكتر حاجه، لان دي اكتر حاجه بتكون مفيده ليا وبتكون سعراتها مش كتير، فبالتالي انا ما بتخنش قوي، يعني ما بقاش واخده سعرات وعماله ادخن. لا، انا الفاكهه والخضار سعراتها معقوله وهتديني هتخليني شبعانه وخلاص، مش هقدر ان انا احافظ على وزني في فتره الشتاء. نتكلم عن الاكلات الشتويه اللي احنا نقدر نحتفظ بيها بسخونيه الجسم في بروده طبعا الشتاء، وفي نفس الوقت ما تزودش جسمنا ان هي تدينا سعرات حراريه عاليه نقدر نحرقها طول اليوم في المجهود، سواء الشغل بتاعنا او الورك اوت بتاعنا في الجيم او في اي مجهود بنعمله طوال اليوم، وفي نفس الوقت ما بتزودش عندنا الوزن على الميزان، وده بالتالي بيحافظ على الجسم المثالي اللي احنا كنا عاملينه في فترة الصيف. نبدأ الأول بالأكلات اللي احنا لازم خمس وجبات لازم أو خمس أكلات لازم نحتفظ بيهم في فترة الشتاء. أولهم لما نتكلم في شتاء وتمرين وجيم، لازم أول حاجة نتكلم عن الأحماض الأمينية. الأحماض الأمينية دي عبارة عن شيء بيكون منه أو أنسجة بيكون منها العضلات،
ودي خاصه جدا بتكوين العضلات وزياده حجم العضلي للناس الرياضيين اللي بيستخدموا الجيم. واذا احنا قلنا ان احنا لازم نوجد الاحماض الامينيه في اكلنا، يبقى احنا بنتكلم يا جماعه عن السبانخ، بنتكلم عن الكوم، بنتكلم عن الاسماك. الثلاث اكلات دول غنيين جدا بالاحماض الامينيه اللي بيقوموا بدورهم بتحفيز الطاقه الايجابيه في الجسم. يعني ايه الطاقه الايجابيه في الجسم؟ بيخليك على مدار اليوم اولا مش كسلان، لان انتوا عارفين ان فصل الشتاء بيتسم دايما ان الواحد او الشخص سواء رياضي او مش رياضي دايما بيبقى كسلان، خامل شويه، دايما مايل للنوم بسبب طبيعه الجو في الشتاء. فالاحماض الامينيه دي ليها دور مهم جدا وفعال انها بتحفز الطاقه الايجابيه، وبالتالي بيكون جسمك نشيط على مدار اليوم وبتقدر تحقق كل الاداء البدني سواء ورك اوت في الجيم او سواء على مدار اليوم العملي بتاعك بدون اي خمول او تعب. تاني اكله بنتكلم فيها النهارده اللي هو الفيتامين سي. فيتامين سي دوت مهم جدا للمناعه، رقم واحد المناعه، لان انتوا عارفين فصل الشتاء دايما بيتسم بالبرد، بنزلات البرد، بالامراض طبعا المختلفه في الشتاء اللي انتوا عارفينها، ودي بتبقى سهله جدا الانتشار بين الناس فصل الشتاء، لان هي دي احسن بيئه بتقدر تتغذى فيها وتنتقل من شخص لاخر. فاحنا ممكن برضو التاني اكله نقدر نتكلم فيها الفيتامين سي، وده مهم جدا، ليه خصائص مضاده للاكسده، وفي نفس الوقت بيحفز المناعه بتاعتنا سواء كبار او صغيرين، فبالتالي بيبقى عندي دايما مناعه قويه، ما اقدرش اي تعب يجي لي ان انا استقبله، لا المناعه بتاعتي بتتغلب عليه، وفي نفس الوقت ببقى شخص سليم اقدر اشتغل الورك اوت بتاعي في الجيم او على مدار برضه الحياه العمليه. تاني اكله بنتكلم فيها النهارده فيتامين د، ولازم فيتامين د في الشتاء. ليه؟ لان معظمنا بيشتكي في الشتاء من وجع المفاصل، وجع العظم، بروده الاطراف، هم دول اكتر ثلاث حاجات بيخلوك حتى في حاله مزاجيه سيئه. طول ما انا بصلي يا كابتن انا ركبي وكوعي بيترقعوا وبيوجعوني، وانا بتمرن في الجيم يا كابتن انا كتفي حاسس ان في بين معين او اصابه معينه، العظم بتاعي في الشتاء بحس ان هو بيوجعني باستمرار، طب اعمل ايه؟ ده بيرجع برضه لبروده الجو، فاحنا نقدر نتغلب عليها عن طريق فيتامين د. فيتامين د طبعا موجود، هتلاقيه في معظم الاكلات زي السبانخ موجود، وفي نفس الوقت تقدر تاخده من الكرنب، مهم جدا، فده هيفيدك برضو على مدار الورك اوت بتاع الجيم او الحياه العمليه. في برضو مهم جدا الاكله الخامسه الكربوهيدرات الكومبليكيتد او المعقده، دي مهمه جدا لانها تدينا باور على مدار اليوم. يعني ايه باور على مدار اليوم؟ يعني دي بتبقى كربوهيدرات كومبليكيتد بطيئه الامتصاص. بطيئه الامتصاص يعني بتقعد اكتر من 12 او 13 ساعه جسمك بيمتص منها، وفي نفس الوقت بيطلعها عن طريق الطاقه. يبقى انت اولا ما بتاخدش من الحجم العضلي بتاعك فما بتخسش، وفي نفس الوقت انت بتاخد الكربوهيدرات اللي انت جسمك محتاجه بدون ما تزيد في الوزن، وبتحرقه على هيئه ورك اوت في الجيم او شغلك. وعلى سبيل المثال طبعا الكربوهيدرات الكومبليكيتد دي بنلاقيها في المكرونات، في الرز، موجوده في الموز، فده لازم برضو اللي احنا نحافظ على الاكله الخمسه دي على مدار اليوم. في اكله انا بعتبرها دي اساسيه سواء لاعب جيم او لاعب عادي او حتى مش لاعب، دي بتحسسك بسخونه الجسم على مدار اليوم، بتحس من غير ما تحس ببروده، وغنيه جدا بالبروتينات اللي هو اصلا جسمك بدرجه محتاجها على مدار اليوم سواء انت بتلعب او غير لاعب، وهي شوربه العدس. ناس كتير قوي تضحك طبعا، شوربه العدس يا كابتن دي احنا مدمنين، لا شوربه العدس يا جماعه مهمه جدا، في اكتر من 25 او 26 جرام بروتين في الطبق الواحد، او في 200 جرام طبعا لو احنا هنحسبها كدقه يعني. فالطبق ده مهم جدا لينا كناس بنتمرن في الجيم، ده يعني بمثابه عباره عن وجبه اساسيه او سكوب وي بروتين للناس اللي بتقول يا جماعه احنا لازم ناخد مكملات، لا مش لازم تاخد مكملات، انت ممكن تاخد الاكل الطبيعي جدا ويفيدك جدا في التمرين، منها شوربه العدس انا بتكلم عنها. الشوفان، الشوفان برضو من الكربوهيدرات اللي انت محتاجها في الشتاء بالذات فتره الصبح، لانها بتمدك بالطاقه طول اليوم، بطيئه برضو الامتصاص. فدي الاكلات اللي لازم في فصل الشتاء لازم ناخدها، لازم نحتفظ بيها وناكلها
عشان خاطر ان هي ما تقللش من الليفل بتاع وظائفنا الاساسيه، وفي نفس الوقت في الجيم اقدر اشتغل واكون ما اروحش اقول للكابتن يا كابتن انا تعبان انا مش قادر. لا، دايما هتحس بالطاقه ودايما هتحس بالحيويه ودايما هتلاقي الحاله المزاجيه بتاعتك عاليه جدا. جسمنا في الشتاء بيحرق سعرات حرارية أكتر شوية، ليه؟ لأن هو بيبقى محتاج طاقة زيادة علشان يدفي نفسه، خصوصاً في درجات البرد الشديدة قوي. إحنا لازم نستفيد بقى من الموضوع ده، إن إحنا جسمي بيحرق أكتر فأعرف أتعامل معاه بذكاء. اللي بيحصل إيه؟ اللي بيحصل إن إحنا بنحس إن إحنا جعانين، فبنروح ناكل حاجات مليانة سكر ومليانة ملح ونشويات بقى، الحاجات دي ما بتشبعنيش، بتخليني افضل باكل تاني حاجات تانية، بفضل ازود في عدد ازود في الوجبات، ازود في السعرات الحراريه، يبدا جسمي يخزن دهون وانا مش واخده بالي. يعني ممكن اقول انا ما باكلش، يعني في ناس تيجي تقول انا ما باكلش، بس هي لا، الحقيقه ان هم ممكن ياخدوا مثلا بسكوت من هنا، ياخدوا حاجه جاهزه من هنا، بيتزا، هم بالنسبه لهم دي حاجات اصلا صغيره مش بتشبعهم، وده حقيقي، هي مش بتشبعهم، لان هي الاكلات دي مش بتشبع، هي بس كل اللي فيها سعرات، فيها سعرات حرارية عالية، فيها صوديوم عالي، تدخل جسمي تخزن مية، بتخليني أفضل جعانة، مش بالعكس، مش هتشبعني، دي بتخليني أفضل جعانة، فبفضل أخد في سعرات حرارية كتير وجسمي يزود وزن. فأنا لازم إن أنا أفضل ملتزمة بالخضار، بالفاكهة، أفضل ملتزمة بالحاجات اللي فيها نشويات معقدة زي البطاطا، زي البطاطس، البليلة، الشوفان، دي كلها حاجات فيها كربوهيدرات معقدة بتخليني قادرة ان انا اشبع، ومحددة عدد السعرات اللي واخداها، وعارفة ان انا احافظ ازاي على وزني في فصل الشتاء. دايما افضل اخليني يعني ذكية في التعامل مع جسمي، لما اجي مثلا احب ان انا اخد هوت شوكليت مش لازم اروح مزودة عليه كمية سكر فظيعة، لا، انا ممكن احليه بعسل. لازم اتعامل مع الجسم بالطريقة اللي هو تخليه ما يخزنش الدهون، تخليه بالعكس لا بيفقد دهون وبيحرق، خصوصا ان هو اصلا اوريدي في الفتره دي بيحرق دهون، بيحرق سعرات حراريه زياده علشان يتدفى، عشان يوصل لنفس درجه حراره الجسم. مشكله الناس كلها في الشتاء هي ان هم بيبقوا حاسين ان هم على طول جعانين، دايما دي بتكون الشكوى العامه، انا على طول جعانه، انا ما ببطلش اكل، ما بوقفش اكل. ليه؟ علشان ما بنتعاملش مع جسمنا بذكاء شويه، يعني انا لازم ابقى عارفه جسمي محتاج ايه وعارفه انا هدخله ايه دايما قبل اي خطوه افكر. يعني انا دلوقتي لو انا حسيت ان انا جعانه جدا في الشتاء، حاسه ان انا عايزه حاجه مسكره قوي، طيب اعمل ايه؟ هاخد دقيقتين بس افكر الاول انا هعمل ايه. اول حاجه هعملها ان انا احط قدامي الاختيارات الصحيه، اخد مثلا فاكهه، ممكن اخد بروتين بار، البروتين بار بيبقى فيه هو نفسه بيكون مسكر، لا رغم ان هو ممكن يكونش فيه سكر كتير قوي، بس هو بيبقى عليه حاجات تانية مخليه مسكر، فهتديني الطعم المسكر ده، وفي نفس الوقت انا واخده بروتين، زي ما احنا اتفقنا ان البروتين ما بتتخزنش في جسمي، فلو هي حتى زياده جسمي بياخد اللي هو محتاجه منها وبيتخلص من الباقي. ممكن كمان اخد بوله فيها شوفان، فيها عسل، فيها فاكهه مجففه، بقت وجبه صحيه هتشبعني وهتديني الطعم المسكر ده. طب لا، انا قررت ان انا مش عايزه الوجبات دي، انا عايزه اكل حاجه تانية مسكره، هجيبها من بره، هعملها في البيت، يعني ايا كان، بس حاجه فيها سكر عالي جدا وانا عايزه الحاجه دي. تمام، احنا يعني دايما بنقول ان احنا ما بنحرمش نفسنا من حاجه، الفكره كلها في الكميه والوقت اللي هاكلها فيه، يعني ما اجيش اكلها بالليل قوي، ده مش صح. الكميه كمان هتفرق كتير معايا. فاول حاجه خلاص انا قررت ان انا هجيب الحاجه دي، يبقى انا اولا بتفق مع نفسي ان انا مش هندم، دي حاجه. الحاجه الثانيه لما اجيبها خلاص انا جبتها عشان اتبسط بيها، ممكن بقى اشغل فيلم حلو، ممكن اسمع مزيكا، بحيث ان انا اخدها بالراحه، لان انا لما باكل بالراحه بشبع بسرعه، هشبع قبل ما اخلصها، فهتخليني قللت الكميه اللي انا خدتها. ممكن كمان اعمل حاجه تانيه، ان انا لو معايا مثلا جوزي او مامتي او اختي او بنتي، اي حد حواليا، ممكن ان انا اشاركه الحاجه اللي في ايدي دي، هيبقى انا اتبسطت، قضيت وقت لطيف، وفي نفس الوقت قللت الكميه اللي انا باخدها.
عكيت في اليوم ده، تاني يوم هبدأ أضبط بقى، يعني أشرب مية كتير، لأن عادة الأكلات دي هتلاقيها مليانة سكريات، هتلاقيها مليانة أملاح، الملح بيدخل جوه جسمي يخزن مية. بعد أي أكلة دسمة من الأكلات دي بتلاقي جسمي هتلاقيه يعني هو اوريدي على الميزان هنلاقيه زايد، وده علشان فيه كمية مية كتير قوي في جسمي متخزنة. فببدأ إن أنا أشرب مية كتير عشان أقدر أنزل المية دي. بحاول اضبط برضو نوعيه اكلي تاني يوم، ما بيبقاش عندي ان انا الخبط في الوجبات كل يوم كل يوم كل يوم، بس في نفس الوقت ما احرمش نفسي من حاجه. احنا يعني بناكل كل الاكل، وزي ما اتفقنا الفكره في الكميه والنوعيه. نرجع تاني بقى، يعني احنا دلوقتي هنعمل ايه باختصار في فصل الشتاء؟ دايما خلينا ملتزمين بالفاكهه والخضار الشتوي اللي بيبقى فيه فيتامين سي، بيبقى فيه الياف، بيبقى سعرات حراريه قليله وبتخليني اشبع وما تدينيش سعرات كتير قوي تخليني اتخن. دايما التزم بالحاجات اللي فيها كربوهيدرات المعقده زي الرز، المكرونه، البطاطا، البطاطس، كل دي حاجات بتخليني شبعانه لفتره طويله، ما تخلينيش ازود في عدد وجباتي. التزم جدا بالميه، لان الميه ده عنصر اساسي جدا هيشبعني وهيزود لي معدل حرقي. الرياضه برضو، الرياضه يعني في ناس كتير بتكسل قوي في شهر في فصل الشتاء ان هي تعمل رياضه، بس لو هي اتعودت عليها مش هتقدر تبطلها، تفضل مخليه معدل حرقها عالي. هتدفيها كمان، هتخلي الجسم حاسس ان هو دايما طول ما هو بيتمرن هو دافين. احنا كده اتفقنا هنعمل ايه في الشتاء، ان احنا هنلتزم دايما بالفاكهه والخضار الشتوي اللي هم مليانين الياف وسعرات حراريه قليله ويخليني شبعانه، ما تخلينيش اخد ازود في اكلي فبالتالي اتخن. افضل ملتزمه بالنشويات المعقده اللي موجوده في الرز والمكرونه، في الشوفان، في البليله، لانها بتخليني برضو شبعانه وبتديني الياف وبتقلل عدد السعرات الحراريه اللي انا بستهلكها. التزم كويس جدا بالميه، بالرياضه، رغم ان في ناس كتير بتبقى حاسه ان الرياضه تقيله عليها قوي في الشتاء، بتبقى مش قادره ان هي تقوم تعمل رياضه، بس هم بجد لو اتعودوا عليها بتفرق معانا جدا. بفضل ملتزمه كمان بالمشروبات، افضل يعني احاول ان انا اتعامل بذكاء شويه مع الحاجه اللي انا بشربها، مش لازم ان انا افضل احليها بسكر كتير قوي، احليها ممكن بعسل. بفضل بدل ما احط في الهوت شوكليت احط بودره اللي هي الكاكاو اللي بيبقى مليان سكر، لا انا ممكن احط كاكاو خام. بشويه تيبس صغيره كده بعرف ان انا يعني اعدي فصل الشتاء من غير ما انا اتخن واخلي جسمي ياخد سعرات حراريه كتير. بالعكس انا ممكن اخس جدا في فصل الشتاء، عشان زي ما اتفقنا ان احنا جسمنا بيحرق اكتر في الشتاء. حاجة أخيرة كنا عايزين نتكلم عنها، يمكن قليل اللي يعرفوها، حاجة اسمها هرمون السيروتون. هرمون السيروتون دوت ده خاص بالحالة المزاجية للشخص. يعني ايه الحالة المزاجية للشخص؟ ناس كتير قوي يا جماعة بنلاحظ ان هي في فصل الشتاء تبقى مقرفة من غير ما يحصل أي أحداث في حياتها، بس حاسس بالميول ان هو مكتئب، مقرف، مفيش حاجة معينة، بس هو مش نفسه يعمل حاجة حتى سواء في الشغل أو في الجيم. فهو دوت بيرجع لانخفاض معدل هرمون السيروتون. هرمون السيروتون ده يا جماعه لو علينا المعدل بتاعه بيفيدنا جدا في الحاله الايجابيه والحاله المزاجيه، تمام. وده برضو بنلاقيه في السبانخ، مهم جدا في الكروم. طبعا انا في اكلات عماله اكررها لان دي الاساسيات بتاعتك في فصل الشتاء. بس فاحنا النهارده ان شاء الله اهم حاجه ان احنا بعد ما قلنا الكلام دوت نقدر نجيب ورقه وقلم ونكتب الاكلات دي ونمشي بيها على مدار اليوم ونحطها في نظامنا الغذائي. ساعتها هنحس باختلاف فظيع جدا في الورك اوت بتاعنا في الجيم، هنحس باختلاف في الحاله المزاجيه بتاعتنا، هنحس باختلاف ان دايما عندنا موتيفيشن، حاله ايجابيه كده للاقبال على الحياه زي ما بيقولوا، اقبال على التمرين، نفسي اروح الجيم، مش مكسل، الشغل بتاعي حاسس بيقظه. فده طبعا بيرجع ان انا بعمل شغل على اكمل وجه. فكل الاكلات دي لازم ان احنا نتمسك بيها في فصل الشتاء. حاجه اخيره عايزين نقولها، ناس كتير بتقول لي طب يا كابتن انا عايز اخد اكل يسخن جسمي من غير ما اعلى في الوزن.
الاكل ده بسيط جدا وممكن ناخده في فتره الصبح اول ما نصحى. زي التوم، فص او فصين توم عريق، ده بيخلي جسمك على مدار اليوم مهما كانت بروده الجو بيخلي جسمك على مدار اليوم دافي سخن، مفيش بروده في الاطراف، وده بيرجع طبعا بيخليك نوع من انواع الثقه في النفس. لما يكون جسمك انت مش حاسس ببروده بتحس كده بكميه موتيفيشن في جسمك واقبال على العمل والشغل والتمرين غير طبيعي. تاني من الاكلات دي البرتقال، البرتقال جدا عشان فيتامين سي طبعا زي ما احنا قلنا من شويه مهم جدا. العسل النحل مهم جدا بيزود المناعه. السلمون مهم جدا برضو عشان اوميجا 3 وبيخليك اللي انت ما فيش اي بينز او اي اصابه تحصل لك او اي طبعا احساس بالاصابه في المفاصل عموما. فهي دي الوجبات اللي احنا ناخدها ونسخن بقى جسمنا من غير ما نعلي في الوزن. يا رب يكون احنا النهارده يعني قلنا لكم وجبه كده دسمه تقدروا تستفيدوا منها، وفي نفس الوقت تشرفونا طبعا في الجيم في اي وقت عشان نترجم ان شاء الله باذن الله الكلام ده للتمرين الخاص بينا، وان شاء الله باذن الله نحاول نعمل حلقه قدام بتتكلم عن ايه اختلاف بين التمرين في الجيم والاختلاف في التمرين في اختلاف التمرين في الجيم في فصل الصيف واختلاف التمرين في الجيم في فصل الشتاء، لان ده محتاج جهد معين وورم اب معين، وده محتاج وورم اب معين وجهد معين. زي ما قلنا الاكلات اللي هتحمينا من اضرار الشتاء وامراضه وبتخلينا حالتنا المزاجيه بتاعتنا كويسه وحالتنا الايجابيه بتاعتنا كويسه، زي ما نقول برده التكنيك بتاعنا الصحي في التمرين في الشتاء بالذات لعدم العرضه للاصابات، والتمرين بالظبط بتاعنا هيبقى عامل ازاي، البروجرام بتاعنا ازاي، اللي احنا في نفس الوقت نعمل نوصل لاعلى معدلات في اواخر الشتاء على اساس ان الناس اللي كانت عايزه تعمل جسم في الصيف تبدا تشتغل بيه في الصيف. وطبعا في الاول خالص للاسف بسبب الشتاء طبعا وسرعه الحرق والليله اللي بتبقى موجوده في الشتاء يعني الى حد ما البني ادم بشكل كبير بيبدا يتوجه ناحيه السكريات الى حد كبير او الكربوهيدرات يعني. بس طبعا المفروض يعني بيحصل ان سرعه معدل الحرق نفسها، وده اللي احنا كنا بنقراه في الكتب حتى في الطب يعني بالنسبه لنا، ان طبعا بتبقى متساويه اكتر لما البني ادم بيمارس رياضه بشكل منتظم. يعني الموضوع كله بيبقى لايف ستايل، هيلثي لايف ستايل. لو البني ادم متبع الهيلثي لايف ستايل دوت، صحيان نوم بشكل يعني بشكل مبكر شويه، وبعد كده يبدا يلعب رياضه وياكل بشكل منتظم من غير اي حاجه الى حد ما، ويقلل طبعا كميات اكله الى حد ما الدنيا تبقى كويسه. فهو اهم حاجه في الموضوع كله الرياضه والهيلث لايف ستايل اللي احنا بنتكلم عليه، لكن الاكل بشكل او باخر لازم كمياته تبقى مقننه شويه. هو احنا ملناش نظام معين يعني في الشتاء او في الصيف في الاكل، بس احنا المفروض ان انت بتبقي عامله لايف ستايل في اكلك سواء في الصيف او في الشتاء. طبعا بتاكلي لنفسك فيه بس بتنظيم معين، بفكر معين، بتنظمي الوجبات، بتنظمي كل الكلام ده عشان طبعا الشتاء بيجوع. فطبعا فلازم انت تبقي عامله يعني زي جدول ليكي وجدول نيوتريشن محترم، بتاكلي الاكل اللي هو الهيلثي تشويس اللي هو الاكل اللي هو الخضروات وبتاكلي اللحوم وبتاكلي الفراخ وبتاكلي على حسب ما انت بتحددي البروتين بتاعك، وفي نفس الوقت بتحددي مثلا يومين او يوم في الاسبوع بتاكلي اللي نفسك فيه. طبعا في الشتاء مع الجوع المستمر الواحد بيحب ياكل فاكهه كتير عشان يعمل عمليه اشباع لرغبه الجوع، وفي نفس الوقت يستفيد بالعناصر والاملاح والفيتامينات اللي موجوده في الفاكهه بصفه عامه، وبتحافظ في الوقت نفسه على احساس الشبع المستمر خلال اليوم يعني. على الاكل ده اذا كان صحي ولا لا لازم الاول نرجع للمتخصص، لكن احيانا بنحكم على الاكل انه مفيد او لا بطريقه غير علميه. نتمنى تكون حلقه النهارده بينت كتير من مفاهيم الغلط وصححتها، وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. نشوفكم في حلقه جديده من الاهلي دايت.